السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم طلاب متوسط التبوك الأهلية، أحبائي طلاب الصف الثالث المتوسط في شرح مادة الرياضيات من إعداد الأستاذ محمد السيسي. درسنا اليوم بعنوان المثلثات المتشابهة. خلينا نبدأ كالعادة نعرف أولا أهداف الدرس، وهي كالآتي: أحدد ما إذا كان مثلثان متشابهان أم لا. يعطيني في السؤال مثلثين وأنا أحدد إذا كانوا متشابهين ولا لا، وهنعرف من خلال درسنا إيه هي الشروط. أجد العناصر المجهولة في مثلثين متشابهين، يعني هيديني مثلثين ويقول لي ان هم متشابهين فعلا وفي عناصر مجهوله سواء اضلاع او زوايا، والمطلوب مني ان انا اوجدها، وده هنعرفه من خلال الشرح. خلينا نعرف مفهوم اساسي وهو اللي هنعتمد عليه في درسنا اليوم. اذا تشابه مثلثان ايه اللي هينتج يا شباب؟ لو انا مثلثين او متشابهين ايه اللي هينتج؟ فإن قياسات زواياهما المتناظرة متساوية، وقياسات أضلاعهما المتناظرة متناسبة. يعني الزوايا بتكون متساوية والأضلاع تكون متناسبة، يعني في بينهم نسبة ثابتة ما بين كل ضلعين متشابهين. يعني في الشكل اللي قدامنا كده، لو قال لي الشكلين دول متشابهين فتلاقي زاوية 90 و90، 60 و60، 30 و30، الزوايا متساوية، ولكن الأضلاع هتكون متناسبة. يعني هنا التلاتة النسبة ما بين الضلع ده والضلع ده 3/6، بعد التبسيط 1/2، 6/12، 1/2، 3/6/3 هيدينا برضو 1/2، فالنسبة بين التلات أضلاع ثابتة. كويس. طيب حد يقول لي كده ايه الفرق بين التشابه والتطابق؟ اللي عنده حاجة يقولها أو يفكر كده ونفهم مع بعض إيه الفرق ما بين التشابه والتطابق. طيب خلينا نقولها ببساطة وبمفهوم بعيد خالص عن الرياضيات. دلوقتي الواحد منا ممكن يشبه والده، صح؟ يعني من حيث الشكل المثلثين أو شبه بعض، فالواحد مننا ممكن من حيث الشكل شبه والده، صح؟ تمام. بس هل هو نفس الطول، نفس الحجم، نفس السن؟ لأ، فبتبقى في اختلافات. التشابه بتبقى فيه اختلافات، ولكن في حاجات تانية هي المتساوية أو المتشابهة، اللي هي إيه هنا بالنسبة لنا المثلثات؟ الزوايا بتبقى متساوية، لكن الأضلاع مش بتبقى نفس بعض. لو الأضلاع تساوت، الأضلاع بقت متساوية، بقوا إيه؟ متطابقين. التطابق زي إيه؟ زي التوأم. تلاقي التوأم لو أخين توأم هتلاقيهم نفس الطول، نفس السن، نفس الشكل، نفس كل حاجة. فدول العلاقة ما بين التشابه والتطابق. التطابق يحدث لما الزوايا والأضلاع تكون متطابقة، لكن التشابه تكون الزوايا فقط متطابقة. طيب يبقى هي دي القاعدة، المثلثين لو متشابهين، وهي نفسها هي الشروط، يعني عشان أقدر أقول إن المثلثين متشابهين، ويكتفي بأحد الشرطين بالمناسبة. يعني أنا جاب لي مثلثين وبيقول لي حدد إذا كانوا هم متشابهين ولا لا، لو مديني زوايا أشوفها كلها متساوية ولا لا، لو اداني أضلاع أشوفها المتناظرة متناسبة ولا لا، يبقى أحقق شرط من الاتنين على حسب المعطيات في السؤال. في عندنا نقطة مهمة هنا، عندنا العلامة دي علامة التشابه، فإذا كانوا متشابهين بنقول إذا كان المثلث، دي علامة المثلث أهي، أ ب ج، يشابه المثلث د ه واو، فإن قاف يعني قياس زاوية أ يساوي قياس زاوية د، قياس زاوية ج يساوي قياس زاوية واو، ب يساوي ه، وهكذا. هتلاحظوا في حاجة نقطة تانية مهمة، الترتيب عشان الأضلاع: أ بتساوي د، ب بتساوي ه، ج بتساوي واو، حتى لو لم يكن معطى لدينا الرسم. خلينا نشوف أول مثال. بيحدد ما إذا كان المثلثان الآتيان متشابهين أم لا، وبرر إجابتك. في نقطة مهمة خالص، يعني إيه برر إجابتك؟ يعني
يعني قول لنا انت عرفت منين يعني، انت هتقول دلوقتي متشابهين او لا، كويس، بناء على ايه؟ قول لنا ايه السبب اللي خلاك تقول. يبقى عشان نتعود في الرياضيات ان ما ينفعش اقول الاختيار عشوائي كده، لازم اتعود تفكير منطقي. يعني ان انا هقول معلومة او هقول اختيار يبقى ليه سبب، ليه مبرر، ليه منطق، كويس. طيب عندنا الشكلين زي كده، ادي مثلثين أ ب ج، زاوية أ واضح إن هي قدامنا 57، زاوية ج 57، زاوية د عليها نفس العلامة معها، يعني معنى كده إن هما إيه؟ ها؟ معنى كده إن هما إيه؟ نفس العلامة، يبقى معنى كده إن هما متساويين في القياس، زاوية واو 66. خلينا نجيب، واضح إن المعطى عندي زوايا. يبقى لازم أتأكد الزوايا اللي في المثلث هنا كلها تساوي الزوايا اللي في المثلث هنا كلها. يعني لقيت هنا 57، لا لازم الاقي زاويه زيها هنا 57، لان هنا 66 لازم الاقي زاويه هنا كمان 66. لو لقيت زاويه واحده مختلفه، واحده بس هي اللي مختلفه، لو واحده مختلفه يبقى غير متشابه. اول حاجه نحسب زاويه باء في المثلث الف باء دي. طبعا انا عارف مجموع قياسات زوايا المثلث الداخليه هنا كام. ممتاز، مين يقول لنا؟ ها ايوه 180. المفروض ان انا هجمع الثلاثه دول يطلع 180، فانا 180 هطرح منها الزاويتين اللي عندي هيطلع لي بقى، ف180 هتساوي زاويه ب هتساوي 180 ناقص 57 زائد 57، هيطلع لك كويس زاويه ب كام؟ 66. حلو، يبقى بقى هنا بقت عندي كام؟ 66. طيب لقيت 66 زيها، نبدأ نحسب الزاويتين التانيين اللي هي د وه. الزاويتين نفس بعض، يعني معنى كده هطرح 66 هطرحها من 180، والباقي بما انهم زي بعض هقسمهم عليهم هما الاثنين. يعني هحسبها كده، زاوية د ق يعني قياس زاوية د يساوي قياس زاويتها. طيب هيبقى س زائد س يساوي 66، س زائد س 2 س يساوي 180. هنطرح 66 من الطرفين هنا، نطرح هنا 66، نحل المعادلة العادي، هنا س وس هيدينا كام؟ 2 س. 180 ناقص 66 هيدينا كام؟ 114. طب احنا عايزين س بس مش عايزين ال 2 س، هنعمل ايه؟ هنقسم على 2، هيبقى هنا س و114 تقسيم 2 يبقى 57. يبقى الزاوية دي كده 57، الزاوية دي زيها كمان 57. طب لا، هنلاحظ إن أ بتساوي مين؟ د 57، وباء بتساوي واو 66، وج تساوي هاء 57. الزوايا كلها متناظرة متساوية، يبقى معنى كده المثلثين مالهم؟ متشابهين. وزي ما قلنا إن العلامة دي هي علامة التشابه. المثلث ه واو د يشابه المثلث أ ب ج. نشوف فكرة تانية، حدد ما إذا كان المثلثان الآتيان متشابهين أم لا وبرر إجابتك. زي ما قلنا التبرير هو السبب، زي اللي عملنا الخطوات اللي إحنا حسبنا. واضح من الشكل اللي قدامي إن هو مثلثين، مش مدينا غير إن هي زاوية قائمة بس، مدينا غير الزاوية القائمة بس، مش مدينا أي زاوية تاني، بس مدينا الأضلاع كاملة. طيب واحد هيقول لي هما فين المثلثين؟ بص يا شباب، في مثلث أصغر اللي هو ده اللي هو واو ص س، مثلث أكبر اللي هو س ف ز. كويس، هناخد الأضلاع المتناظرة وناخد النسب. والله النسب طلعت متساوية يبقوا متشابهين، طلعت واحدة نسبة واحدة بس مختلفة يبقى غير متشابه. خلينا نشوف أول حاجة، هناخد فا س في المثلث الكبير، مين اللي شبهه في المثلث الصغير؟ واو س. في اتفاق مهم بقى في حتة النسب، لو أنا هكتب أضلاع المثلث الأكبر في البسط يبقى كل الأضلاع في البسط، مفيش مرة مثلا في النسبة الأولى زي دي كده كتبت المثلث الأكبر فوق والأصغر تحت، وأجي النسبة التانية أكتب الأصغر فوق والأكبر تحت، مش بالمزاج. لازم نثبت حاجة،
يا تكتب الاصغر كله فوق يا الاصغر كله تحت، ما ينفعش نبدل كويس كده عشان هتخلي النسب مختلفه، فبالتالي هتقول غير متشابهه. فاحنا قلنا فا س، ف س كويس على واو س. جميل. ف س بكام يا استاذ؟ ب 12. والواو س بكام؟ 4. وناخد النسبه 12 تقسيم 4 يدينا كام؟ 3. طيب بنفس الطريقه ها ف زي مين اللي شبهها؟ او خلينا س زي س زي مين اللي شبهها؟ ها س ص. ممتاز. س زي بكام؟ 15. س ص بكام؟ 5. جميل. 15 تقسيم 5 3. حاول بنفسك كده ها. مين ممتاز؟ واضحه اهي بقت سهل، كل ضلع مع المناظر لي. فا زي فا زي نفس الطريقه مين ها ممتاز. واو س وهتبقى 9 تقسيم 3 هتساوي كام؟ 3. الاجابه الاولى هنا كام؟ 3. والاجابه الثانيه 3. والاجابه الثالثه 3. نسب 3 متساويه ولا مختلفه؟ ها متساويه يا استاذ. طيب ام متساويه يبقى متشابهين ولا غير متشابهين؟ بما ان الاضلاع المتناظره متناسبه فان المثلثان مالهم متشابهين، ونكتبها علامه التشابه بالشكل ده. وخلي بالي وانا بكتب ان انا الترتيب يعني ايه؟ يعني الفاء الفاء المناظر ليها هنا واو على قائمه، السين هي السين نفس الترتيب، الصاد يناظرها ازاي، وهكذا. احنا عرفنا دلوقتي لو انا عندي المثلثين معطين الزوايا ولو معطين الايه الاضلاع، ازاي اقدر احدد هم متشابهين ولا لا؟ لو طبعا النسب الثلاثة هنا متساوية، لو لقيت نسبة واحدة مختلفة يعني هنا 3 3 و2 لا يبقى غير متشابهين. 3.1 2.9 لا هي 3 3 3 بالفصلة بكل حاجة، 3.5 يبقى 3.5 للكل. واضح يا شباب؟ طيب احنا عرفنا دلوقتي لو جاب لي مثلثين وبيسألني هم متشابهين ولا لا، عرفنا ازاي نحدد اذا كانوا متشابهين ولا لا بالحالات بتاعتها. نيجي نشوف دلوقتي العكس، ان هو مديني مثلثين متشابهين وبيقول لي اوجد عناصر مجهوله. خلينا ناخدها واحده واحده. بيقول اوجد قياسات العناصر المجهوله في المثلثين المتشابهين الاتيين. ده مثلث ا ب ج عندي زاويه ا 60 ب 38 وج 82. طيب الزوايا هنا كام؟ ما فيش حاجه ناقصه. طيب نيجي للمثلث الثاني لام كاف راء. لام 60 والكاف 38 والراء 82. كويس الزوايا كلها متساويه للمثلث الثاني ما فيش حاجه ناقصه. نيجي للاضلاع، هنا عندي الف شرطه مجهول، وهنا ده 12.5 ماشي، ج شرطه مجهول، عندنا هنا 5 7 8 يبقى انا عندي المجاهيل دي، يبقى انا هستعمل العلاقه ما بين اللي هي التناسب ما بين الاضلاع المتناظره. نكتب القاعده بالشكل ده. اول حاجه الف باء الف باء مين اللي شبه هناك؟ لام كاف. لام كاف الف باء اللي هو مين؟ جيم شرطه. وعندي بعد كده هناخد بقى ايه، اشمعنى اخدنا الف جيم مع لام راء؟ انا عندي الف باء اللي هو جيم شرطه مجهول، لو اخدت ده ما هو مجهول، لا انا اخد واحد تاني معلوم الف جيم من اللي شبه هناك لام راء عشان اقدر احسب. هنعوض عن الف باء جيم شرط ولام كاف ب 8. الف باء بعد كده عندنا الف جيم 12.5 او 12.5 ولام راء 5. بعد كده هنستخدم خاصيه عرفناها قبل كده، خاصيه الايه زي ما كنا بنحل التناسب وهو تناسب فعلا، اللي هي ايه بقى؟ الضرب التبادلي اللي هي المقص. نعمل كده نضرب ده هنا نضرب ده هنا. خمسة ضرب ج شرطة هيساوي خمسة ج شرطة. ثمانية ضرب 12.5 الناتج هيطلع 100. طب وبعدين أنا عايز أطلع ج شرطة بس، هنعمل إيه؟ هنقسم على خمسة. ممتاز. هيتبقى لي هنا ج شرطة. طيب والمية تقسيم خمسة ممتاز 20. رائع كده اوجدنا جيم شرط. طب تعالى نشوف بقى الف شرط.
الشرطة اللي هي مين؟ باء جيم. مين اللي مناظر لي؟ اسمع، ممتاز. كاف راء هيساوي مين برضو؟ اللي هو معلومة عندي، اللي هو ألف جيم على لام راء، ده وسيط كده معانا. يبقى باء جيم على كاف راء و ألف جيم على لام راء. لو تلاحظ المثلث على اليمين ألف باء جيم كل أضلاعه كلها في البسطة، وهنا كل أضلاعه في المقام، مش كل شوية ببدل علشان ما لخبطش نفسي. نفس الطريقة هنرجع نعوض، الباء جيم بكام؟ ألف شرط حلو، والكاف راء بسبعة، ألف جيم ب 12 ونص، ولام راء بخمسة. برضه هنستعمل نفس الخاصية اللي هي خاصية الضرب التبادلي، وتبقى 5000 شرطة يساوي 87.5، اللي هي نتيجة ضرب 7 ضرب 12.5. نفس الطريقة هنعمل إيه؟ نقسم على 5. طيب قسمنا على 5 بقت 1000 شرطة، يبقى الناتج 17.5. يبقى الأضلاع المجهولة أو العناصر المجهولة عندي هي ألف شرطة وجيم شرطة، أوجدناها اللي هي الناتج 20.17.5. خلينا نروح للتحقق من فهمك. زي ما اتفقنا حاول توقف الفيديو وتبدأ تحل بنفسك. أوجد قياسات العناصر المجهولة في المثلثين المتشابهين الآتيين. عندنا مثلثين متشابهين. بص يا شباب، نيجي الأول نشوف المجهول وبعد كده نبدأ نحل. نبدأ نشوف الحل. بص يا شباب، أول حاجة وأسهل حاجة تبدأ بيها هي الزوايا. أنا عندي هنا الزاوية دي كام؟ 43، وهنا 43، متساويين خلاص جاهزين. 87 و87. نيجي بقى للسين، مين اللي شبهها هناك؟ أسهل حاجة ممكن تحلها في حياتك. مين اللي شبه السين في المثلث الثاني؟ 50. يبقى السين تساوي كام؟ 50. إحنا قلنا الزوايا مالها؟ متساوية. الزوايا مالها؟ متساوية. وأدي أول معلومة، جبنا أول مجهول اللي هو مين؟ السين بيساوي 50. خلصنا من الزوايا. نيجي بقى للأضلاع. هناخد النسبة ما بين الأضلاع مالها؟ أو متساوية. النسب متساوية. لو هنحسب ألف شرطة، مين اللي شبهه؟ ادي ألف شرطة في المثلث ده، مين اللي شبهه هناك؟ 10. يبقى ألف شرطة على 10. طيب باء شرطة على مين؟ مين اللي شبهه؟ ممتاز، 7. 24 على مين؟ مين اللي شبهه هناك؟ يناظره؟ 8. ممتاز، 3 نسب بيساووا. هنستعمل برضو خاصية الضرب التبادلي، إن احنا نعتبر الألف شرطة، نعتبر الألف شرطة مع الثمانية والعشرة ضرب. في طريقة تانية، العدد اللي مضروب في الألف هنخليه في المقام ونضرب العشرة في 24، تبقى بالشكل ده كده. يعني ألف تساوي 10 ضرب 24 تقسيم 8. نبدأ نبسط، 10 ضرب 24 240 تقسيم 8 30. يبقى الألف هتكون 30. طب نشوف الباء هنحسبها بنفس الطريقة، نخلي المقام اللي هتضرب في الباء شرطة 8، خليه في المقام ونضرب 7 في 24 بنفس الشكل ده كده، 7 ضرب 24 تقسيم 8. نبدأ نحسب، الألف هتطلع معايا 30. الطريقة التانية برضو ممكن أبسط قبل ما أضرب عادي، يعني الطريقة الأسهل ليك حلها، أنا ما عنديش أي مشكلة. يعني أنا هنا 10 ضرب 24 وقسمت على 8، مفيش مشكلة. واحد تاني عايز يبسط 24 تقسيم 8 زي هنا برضه، 24 تقسيم 8 ها في جدول الضرب كام؟ ممتاز، هيبقى الناتج كام؟ 3. بعد كده تضرب في 7، 24 تقسيم 8 3، 3 ضرب 7 21. يبقى باختصار تاني، أول حاجة أشوفها الزوايا، لقيت الزوايا كلها موجودة تمام، لقيت زاوية مش موجودة زي السين أشوف مين اللي شبهها هناك، 50، يبقى السين تساوي كام؟ 50. الأضلاع أخد النسب، لو تلاحظوا نركز في حاجة مهمة، مش كل شوية أغير، لا المثلث ده قررت إن أضلاعه في البسط يبقى كلها في البسط، والتاني أضلاعه كلها في المقام. يبقى ألف شرطة، ألف شرطة على اللي شبهه 10، باء شرطة على 7،
و24 على 8 وابدا استخدم خاصيه الضرب التبادلي في حل التناسب وابدا اوجد قيمه ا اللي هي 30 والباء 21. يبقى كده في المثلثات عرفنا فكرتين: ازاي احدد اذا كان المثلثين متشابهين باستعمال الزوايا او الاضلاع، ولو اعطاني مثلثين متشابهين وعايز عناصر مجهوله عرفنا ازاي نحلها. الى هنا ينتهي درسنا، اشكركم لحسن المتابعه والى اللقاء في درس قادم باذن الله. اشكركم لحسن المتابعه، تقبلوا تحياتي استاذ محمد السيسي.